السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا الأصم. موضوعنا اليوم حول اليوم العالمي للمرأة. أهلا بكم. اليوم الدولي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في 8 من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، والذي عقد في باريس عام 1945. فالمرأة يحسب لها دورها الكبير في المجتمع، حالها حال الرجل، فقد شاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكان لها أدوار أخرى عديدة كشاعرة وملكة وفقية ومحاربة وفنانة ومعالجة وغيرها. ولعل الدور الأساسي الذي يتمثل في بناء أسرتها ورعايتها، حيث يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده. فبعد انعقاد مؤتمر بكين عام 1996، ازداد الاهتمام بقضية تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعالية مثل الرجل، والمساهمة في صنع القرار في مختلف مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقد أولت العديد من المنظمات والهيئات والدول الاهتمام بهذا المجال، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات. وأشارت هذه الفعاليات بكافة أشكالها المتنوعة إلى أهمية تمكين المرأة وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كافة الميادين. ثريا نموذج للمرأة الصماء الناجحة، نتابعها في التقرير التالي ونعود. على ضوء ذكرى 8 مارس، ثريا وغيرها من النساء يحاولن كسر الصورة النمطية عن المرأة، وذلك بتعزيز قدراتهن والاشتراك في ثقافة العمل والإنتاج الذي يعزز احترام الذات والثقة في النفس. لم ترضى ثريا الشابة الصماء الجلوس في انتظار يد المساعدة، بل سعت لتثبت نفسها في دروب الحياة الوعرة عبر مشروعها الخاص بتوفير الطعام لزبنائها من خلال إعداد وجبات مختلفة في مطعمها المنزلي، لتضمن الاستقلالية والمساهمة وتعزيز الدخل الفردي. تجاوز نظرة المجتمع الضيقة والتي تحاول حصر أي صاحب إعاقة، وخصوصا إذا كانت فتاة، أمر لم ترضاه ثريا التي تعمل أيضا في مجال تجميل النساء بكل تفاني وإخلاص لتزرع استراتيجية إثبات الذات في المجتمع. لسان حال ثريا يقول: الصمت ليس عقبة، فأنا صماء وأنا أتحدى الإعاقة، وأنا أيضا أمتلك الإرادة والعزيمة، وأنا امرأة. السلام عليكم جميعا، أنا اسمي ثريا، حاليا أنا في المنزل. في السابق كنت معلمة مساعدة في مدرسة للأشخاص ذوي الإعاقة، درس فيها الأطفال الصم اللي كيفتي، وما كنت نتقاضى أي راتب شهري من جمعية خاصة أو حكومية، كنت لا متطوعة. ساعد أطفال التوحد والصم في الألعاب وتركيب الحروف. تعبت حتى وصبرت لمدة 2 سنين، عقب ذاك انسحبت ورجعت للدار يقير ما استسلمت. جاتني فكرة افتتاح صالون ومطعم منزلي، وفعلا افتتحتهم في الدار. نعدل أنواع الوجبات ونصورهم وننشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ويجوني الطلبات عليهم ونتقاضى أجري والحمد لله. وبخصوص الصالون المنزلي، يجوني صديقاتي ونعدلهم أنواع التجميل من الميكاب إلى مختلف التسريحات والحمد لله، نتقاضى عليه أجري. وقانيني عن ياسر مش أنا متزوجة من شخص يسمع ويتكلم وأم الولد والحمد لله. من المنبر عندي رسالة لكل مرة صماء أو سامعة: أبدا لا تفشلي في الدار ولا في خارجها،
عودي كيفتي، بحثت عن الشقلة حتى في كل بلد، ولين ما جبرتش اشتغلت في الدار. وكل عام والمرأة الموريتانية بخير وشكرا. نهاية الحلقة، إلى اللقاء.